انا عايز اعرف هو ايه اللي مكتوب عندكم هنا، يعني انتوا بتقروا ايه؟ ايوه يعني انت عارفه منين انت هتغني في اي حته امتى ازاي عرفتي ازاي؟ انا عارفه ان انا الطو والنوتة دايما بتبقى متقسمه. انا صوتي الطو، النوتة بتبقى متقسمه للاربع اصوات اللي احنا بنقولهم سوبرانو والتو. يعني انت ما بتبصيش على غير خط الالتو بالظبط. اول سطر بيهم على الترتيب سوبرانو والالتو بعدين التنور بعدين البيس. انا عارفه ان انا بقول الالتو فانا ببص على السطر الثاني. فهمت. طيب انا بس عايزه اقول انه اللي بنسمعه ده الحان احنا عارفينها بس احنا كاننا بنسمعها لاول مره، يعني هي حاجه مختلفه عن اي حاجه سمعناها قبل كده. التوزيع، الهارموني، الفكره، الابتكار، يعني صحيح ان كل الاغاني دي موجوده من عشرات السنين بس اللي بنسمعه النهارده مختلف. اللي بنسمعه النهارده مش زي اي مره سمعنا فيها الاغاني دي. انا عندي طلب اخير بعد شكري وامتناني، سامحوني انا مش هقول عشان الاصوات الحلوه، انا هقول عشان التناغم المكتمل. انا امتناني وشكري انه قليل جدا عدد في البلد تلاقي فريق تيم بجد كل واحد بيعمل اللي هو مطلوب منه والمنتج النهائي بيطلع زي ما مكتوب له بالظبط. فده من اكتر الحاجات اللي اسعدتني النهارده، بخلاف ان انتوا ناس بتحبوا الفن لله وللوطن، يعني وعشان تنافسوا بره لينا ميشن طبعا. مجرد ان انتوا توقفوا وتغنوا بره بالاداء ده حاجه عظيمه. انا بس عايزه اطلب طلب اخير بعد شكري ليك مايسترو ناير ناجي،
وانت واحد من اهم الاسماء اللي قادت اوركسترا وبشر والات على دار الاوبرا. والحقيقه يعني صيتك معروف في كل حته. انا بعد شكري وامتناني ليك ولكل الساده اللي موجودين واللي بيتابعونا، انا عايز اسمع بلادي بلادي باصواتهم. ما اعرفش انت بتعمل ايه. على فكره احنا كلنا ممكن نقف، على فكره ما نقف زيهم، ممكن كلنا نقف. يلا يلا.